منتهى القسوة، منتهى القسوة، وهم معزولين عن الناس، وما فيش حاجة اسمها ذوق شخصي، كل الأذواق موجودة، كل الأذواق مطروحة، المفروض النقابة لا تتدخل، المفروض النقيب ما يجيبش، مع كل احترام لحلمي بكر، حلمي بكر أساسا له موقف معادي لهم ومعلن. طب إزاي تجيبه يبقى هو رئيس اللجنة اللي بتختار؟ طب ما هو أوريدي من الأول هو رافضهم، يعني حتى اختيار القاضي بيؤكد على أنه هاني شاكر متعمد إقصاء هؤلاء. إشمعنى محمد رمضان بيغني؟ هو هاني شاكر قال، هاني شاكر قال أنه هو بياخد تصريح بشكل منطقي لأنه هو في نقابة الممثلين، وأنه في بروتوكول بين النقابات، لكن الأهم من ده أنك أنت تتجاوز يا هاني كل الحاجات الشكلية، وما فيش حاجة اسمها منع، وانتهى زمن المصادرة. لو في كلام أبيح كلنا نقف ضده ويتقبض على اللي بيقول كلام أبيح، وقبل كده في مطربة دخلت السجن عشان قالت كلمة أبيحة، مش كده؟ لكن أنا بقول لك الأغاني اللي أنا بسمعها، على الأقل 90% من أغاني المهرجانات ممكن تبقى أغاني متواضعة لكنها ليست أبيحة. يعني حضرتك مع أم ضد حمو بيكا؟ لا طبعا، يغني زي ما هو عايز، ممكن أنا ما بسمعوش بس من حقه يغني. أشكر حضرتك. العفو.